أريد أن أشترك مع الجميع بسر صغير أثرت أن لا أبوح به لسنين طوال. للمرحوم الجواهري ألفت سلما موسيقيا خاصا به بني على اسمه، اسم عائلته جواهري. علاقة اللغة العربية باللاتينية وبالسيماتيك لانجوجز وبلغات أخرى كانت محصلتها أنه أحرف أساسية في كلمة جواهري ممكن أن يبنى عليها سلم موسيقي. وأثرت أن أقدم ارتجال مبني بناء علميا وفنيا بناء مباشرا اعتمادا على ما بحت به الآن واعتمادا على اسم المرحوم محمد مهدي الجواهري. السر الثاني الذي هو ليس بسر هو غيرتي من الكلمة أحيانا، لأني أتبع ضمن مفهوم المؤثر البشري والإنساني أنحاز للموسيقى أحيانا وتأثير النغمة على المتلقي أكثر من تأثير معنى الكلمة المقروءة أو المسموعة على المتلقي. لكن هذا أثبت عدم جدواه في عراقنا، لأن الكل مشترك بإبداعه الإنساني والثقافي وتصميمه على الحياة. نحن شعب نصنع الحياة ولا نصنع الموت. فالكلمة الأخيرة اللي أقولها: لك حرية أن تهجيني كما شئت، لكن ليس من حقك أن تقطع رقبتي كما تشتهي.
Thank you.